تحية لكم عبر قناة أنور وعبره في مشاهدة هذه العملة التي تحصلت عليها من إحدى الأسواق، وهي نادرة جدا، عملة قديمة ومن البرونز. أظن أنها للولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا يظهر أي شيء عليها يثبت أنها للولايات المتحدة الأمريكية. وأرجو كل من له معلومة أو حول هذه العملة أن يفيدنا. هي عملة نادرة، وكما تلاحظون سمكها سمك كبير جدا مقارنة مع العملات العادية، وطريقة صقلها تبدو أنها بدائية كما تشاهدون. وقد شاهدت بعض العملات الولايات المتحدة تشبه في الشكل، لكن في المعدن فهي تختلف. كما تلاحظون سمك كبير جدا. هنا الكتابة لا تظهر بشكل جيد، فعبارة عن خطوط. أرجو كل من له معلومة أو حول العملة أن يفيدنا. شكرا لكم، وأرجو أن تشتركوا معنا في القناة ليصلكم دائما الجديد.